موجز الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر، مرحبا بكم. أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بتحديد اختصاصات وصلاحيات نائبه المستشار محمود مكي، وتضمنت المهام إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته دون منحه صلاحية طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان أو إقالة الحكومة. كما تضمنت قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات والإشراف على الحوار الديمقراطي بين القوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية ومراقبة احترامها من جميع أجهزة الدولة. قال وزير الخارجية محمد كمل عمر، قال إن الوضع في سيناء أمر داخلي ولا يحق لمجلس الأمن أو غيره مناقشته، ردا على سؤال حول الخطاب الذي وجهته إسرائيل لمجلس الأمن بالشكوى من الأوضاع الأمنية في سيناء. أكد عمرو أن سيناء تحت السيطرة المصرية تماما وأن قوات الجيش والشرطة تتعامل بشكل مناسب مع الأحداث. ونفى عمرو في تصريحات صحفية وجود أي نية لتعديل اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل حاليا، مشيرا أنه إذا استدعت المرحلة القادمة تعديل الاتفاقية فسيتم تعديلها. دعا رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل الفنانين من الرسامين والتشكيليين وغيرهم إلى رسم اللوحات الجدارية وأعمال الجرافيتي في أنحاء ميدان التحرير. قال قنديل في بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم، قال إن ميدان التحرير لابد أن يصبح رمزا للثورة ومنبرا لحرية الرأي من خلال هذه الرسومات التي تعكس روح ثورة 25 من يناير ومبادئها. أضاف قنديل أن إزالة بعض العاملين بالنظافة بمحافظة القاهرة اللوحات الجدارية بميدان التحرير الأسبوع الماضي أمر يتنافى مع الحرص على تخليد ذكرى الثورة في الميدان. وعلى صعيد آخر، افتتح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والنائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه فرع البنك الأهلي المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأشار قنديل خلال كلمته في افتتاح البنك إلى رغبة الرئيسين محمد مرسي وعمر البشير في دفع الاستثمارات والعلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وأكد أن دور حكومتي مصر والسودان هو توفير مناخ مناسب للاستثمار. فافتتاح البنك الأهلي المصري فرع الخرطوم اليوم بيمثل أحد أهم العوامل التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السودان الشقيق، حيث يعني استمعنا إلى عدد من المستثمرين من قبل على مدى الأعوام الماضية من شكواهم من عدم القدرة على فتح اعتمادات أو عدم القدرة على التحويل أو عدم يعني توافر الخدمة المصرفية المطلوبة. فسعدنا اليوم أن سمعنا أن محافظ البنك المركزي السوداني وهناك الجهود الكبيرة لإعادة الهيكلة القطاع المصرفي وتحسين الخدمات. أيضا سمعنا من كثير من المستثمرين المصريين أن فتح البنك الأهلي المصري اليوم، فتح الفرع ليه في الخرطوم، سوف يساهم مساهمة إيجابية بلا شك. قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إن إعادة الانتظام والانضباط إلى الشارع المصري أصبح مطلبا جماهيريا وشعبيا ملحا لكل المواطنين. وأكد الوزير خلال اجتماعه بمساعديه ومدير إدارات المرور، أكد على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع، وذلك من أجل إعادة الانضباط للشارع المصري وفتح الشوارع أمام حركة المرور، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأرصفة لإخلائها للمشاة. بدأ عدد من مصابي الثورة اعتصاما أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بتوفير رعاية صحية مناسبة، كما طالب المعتصمون رئيس الجمهورية بإقالة حسني صابر المسؤول عن مجلس شهداء ومصابي الثورة والقصاص من قتلة الشهداء وتكريم مصابي الثورة.
وأكد المصابون استمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب. بطنا سقوط حسن صابر والمجلس بتاعه ومحاكمة الفاسدين اللي في المجلس كلهم. احنا عايزين الرئيس يعين لنا مسؤول كويس يراعي الله في المصابين، الناس اللي بتيجي من اسكندرية، الناس اللي بتيجي من مطروح، الناس اللي بتيجي من جميع البلاد، يراعي ربنا. قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة مديري محطة مياه صنصفت وخمسة من معاونيه إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة ضخ المياه لقرية صنصفت بمحافظة المنوفية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية وتطهير المياه، بما تسبب في إصابة عدد من أهالي القرية بالتسمم أوائل الشهر الجاري. كان تقرير المعامل المركزية قد كشف عن تلوث المحطة الرئيسية بمياه الصرف الصحي وعدم استخدام الكلور في المحطة الرئيسية. قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالضرب الأحمر إلى 17 من شهر أكتوبر القادم، ويمثل أمام المحكمة ضابط وأمين شرطة بتهمة قتل خمسة متظاهرين وإصابة سبعة آخرين في يوم 28 من يناير عام 2011 والمعروف بجمعة الغضب. شيعت ظهر اليوم جنازة الرائد تامر علي حمودة ضابط مباحث قسم شرطة الأهرام، والذي توفي إثر إصابته أثناء مشاركته في ضبط أحد تجار الأسلحة النارية بمنطقة هضبة الأهرام بمحافظة الجيزة. شارك في الجنازة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وعدد من القيادة الشرطية. نهاية الموجز. للمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. ونستقبل أيضا التعليقات والأسئلة على صفحتي الجزيرة مباشر مصر على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ألقاكم على رأس الساعة القادمة في موجز لأبرز وآخر الأخبار. إلى اللقاء.